إزاي نخلي عيد الأضحى عيد مستدام؟ العيد مناسبة روحانية بنتعلم منها العطاء ومشاركة المحتاجين طعامنا المفضل، وعيدنا ممكن يبقى مستدام بالشكل ده، إن أعمال الجزارة بتتم بس في منشآت فيها صرف للسوائل العضوية بشكل آمن أو معالجتها، كما أن المنشآت أو الجزارات دي لازم تتخلص من المخلفات العضوية بشكل سليم ومن خلال مقاول مخلفات مرخص. وطبعا ما ينفعش نخزن المخلفات دي بشكل مكشوف أو نرميها في حاويات أو مناطق غير مصرح بيها أو مناطق مفتوحة. اشتري اللحوم من جزارة موثوق فيها بدل إجراء الجزارة في البيت، لأن الممارسة دي في الغالب بتكون غير نظيفة وغير صحية وغير إنسانية في بعض الأحيان، كما أنها ممكن ترهب الصغيرين والمجتمعات حسب سلامهم النفسي. اشتري بس الكمية اللي انت محتاجها من اللحوم، شراء كمية زيادة عن حاجتك بيأدي بس لنقص الموارد للآخرين وخاصة المحتاجين، كما اننا عارفين ان اللحوم غالية بطبيعة الحال ويمكن كميات قليلة منها بس اللي صحية، ما تستهلكش اكتر من 170 جرام في اليوم. ما تنساش تكمل نظامك الغذائي بالخضار والكربوهيدرات، استهلك اللحوم 3 مرات اسبوعيا بالكتير، يعني حوالي نص كيلو. وكمان ما ننساش واحنا بنشارك لحظاتنا السعيده بنشر صور عن اكلنا ان احنا كمان بنطعم المحتاجين. المشاركه والمحبه من حكمه عيد الاضحى. التعامل مع الحيوانات بمسؤوليه ورحمه حتى قبل الذبح، لان المفروض ان عمليه الذبح بتتم من خلال متخصصين بعيدا عن عامه الناس. وفي الختام كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لكم عيد اضحى مستدام. من وجه شير ولايك وقولوا لنا رايكم.